وزير التعليم العالي يكشف عن 4 كليات جديدة هذا العام، 3 منهم لعلم علوم وواحدة منهم لعلم رياضة. أهلا بكم. كشف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن 4 كليات جديدة ستكون بدايتها وتسجيلها لاستقبال الطلاب بالجامعات الحكومية هذا العام، انطلاقا من مبدأ الإتاحة لجميع الطلاب. وقال عاشور خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة التنسيق بالمرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات إن الكليات هي كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس، وكلية الهندسة بجامعة دمنهور، وكلية الطب بجامعة العريش، وكلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد. هنيئا لكم هذه الكليات. We'll be right back.